احد الاخوة خرج مع السواق الى المدرسة، هذا خطر طبعا عليه غير مرة، مع السواق غير السواق مع اجنبي يكون معه في غرفة او في عجرة يخلو بها ما يجوز، او في السيارة مع السائق ما يجوز، بل لابد يكون معها غيرها او مع السائق مع محرم او يكون معها امرأة او رجل اخر حتى لا يحصل خطر. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يخلو رجل امرأة فإن الشيطان ثالثهما. نسأل الله.